نعلمكم اللي انا ملتزمه مليانه صغيره. بعد قلت له زاد يزني فما بلاصه ندخل لها، هي دخلت لها فيروز اللي هي التواليت. قعدوا بيت لرجس وقال لي علاش فسر لي علاش التواليت بالذات. انا طرت ليلتها جنحت نحس في روحي وقتها، او حتى بيدو شتيح في حاجات مزيانين وفي حاجات مش مزيانين. وما زلت خاضرة. تبربيش، هذا اسمه تبربيش مدام. يعني الفن ما نجمش يكون كان ملتزم. عسلامة انجح. انا لبنى نعمان وجيت باش نحل البوكس. هوروسكوب أنثى العذراء ناقدة وصعيب إرضائها. صحيح خاطر العذراء معروفة بأن هي عقلانية برشا، تحب تعمل حاجات بالقداء، بيرفكسيونيست يعني لحد المرض والهوس، ومش أي حاجة ترضيها، ديما تلوج على أحسن حاجة معناها. أما ساعات زادة ترضى بقليله كما يقولوا. يقولوا اللي الخدمة المناسبة لامرأة العذراء هي في الأبحاث أو المخابرات. على خاطرها ديما تبحث في الكواليس وتحب تعرف كل شيء. العذراء عندها برشة تحلل الحاجات يعني، وأنا مثلاً معروفة أني نحلل النفسيات، فهمت؟ قريت أنا قبل شوية علم نفس، دونك ديما نحلل شخصيات صحابي، شخصي أنا الدبريسيون تاعي دي منين جات، ما كنا ندبر من فيق علاش، نحلل نتسائل حتى مع بنتي. ديما تلوج على المثالية لدرجة انها كان تلقى تعيش في كوكب اخر. هذه صحيحة صحيحة. انثى العذراء مريضة بالمثالية، يعني ماهيش كاليتي، ديفو ساعات تولي، على خاطر تلمو تبحث على المثالية لين تضيع ساعات الحاجات، ضيع الفرص، ضيع المشاريع. الساعات الساعة تلمو نحب الحاجة مرتوبة ومقدودة بالقدا ما نعملهاش. وفازت الكوكب الآخر. أنا بالحق ماذا بيا كان جيت نعيش في اللالالاند، بالحق لي أنا تو في مخي نعيش في اللالالاند. ماذا بيا كان جيت في العصر متاع عبد الحليم وشادية، ليبوك هذيك، هادي جويني، نعمة الله يرحمهم، ليبوك هذيك في تونس كي الفنانين قاعدين يغنيوا مع بعضهم، محيين يحبوا بعضهم، ظاهرين يحبوا بعضهم. أسئلة ما عنداش حتى أدنى علاقة ببعض. تبربيش، هذا اسمه تبربيش مدام. تتفكر أول غنية غنيتها وانت صغيرة؟ أنا صغيرة نحب نعلمكم اللي أنا ملتزمة مليانة صغيرة. أول غنية غنيتها هي من غير ليه لعبد الوهاب. من أجمل الحاجات اللي نتفكرهم في طفولتي واللي يظهر لي هما خلوني نحب المسرح وخلوني نكمل في الحلمة متاع أني نطلع مغنية وممثلة وكل، هو أنه الجمهور وقف لي نهارتها وصفق لي بارشا كم هكا كومين شانتوز كبيرة. ستي أمومو ماجيك نتفكر وأنا صغيرة. مهم السؤال، الناس فاهمين شو معناها فن ملتزم؟ أبداً. يعني فن الملتزم عند الناس هو أنه تغني مثلاً أغاني سياسية، أنه تغني أغاني وطنية، أنه تغني أغاني هكا فيها سيريوز، فهمت؟ يعني اللي هو ليه، أنا بالنسبة لي الفن هو ملتزم بطبيعته. يعني الفن ما نجمش يكون كان ملتزم، يزم يكون فيه فكرة، يزم يكون فيه عطاء، يزم يكون فيه يعني حاجة مؤثرة في الإنسانية. لو كومون هو اللي يعني يقول هذا فن ملتزم ولا مش ملتزم. معناه فيروز بالنسبة لي أنا هي قمة الالتزام. وفيروز ما خليتش حاجة يظهر لي ما غنيتش عليها. معنى من غنيت على هدير البوسطة، كار البوسطة، وحكيت حكاية عالية اللي عينيها شو حلوين، كما غنيت لبنان يا أخضر حلو، كما غنيت سنرجع يوما، كما غنيت القدس، كما غنيت كيفك أنت. يعني لو تخاتمه هو اللي يخلي الغنية هذيك عندها معنى. ما زلتي خضرة وربيع منور. شكون تقولها؟ نقولها لتونس، نقولها الإنسانة مهمة وكبيرة في تاريخ تونس وصديقتي اللي نحبها الله يرحمها لينا بن مهني، اللي هي تربطت بها الغنية، تربطت بذكراها،
نقولها راك مازلت خضره يا لينا، مازلت عايشه في قلوبنا وفي قلوب وفي قلب تونس، ماكش باش تنسى، انت جزء من الذاكره. ونقولها لنسى تونس الكل ونهديها النغم. وما زلت خضرا الربيع منور، وما زلت خضرا الربيع منور، وعيني حلوة عيني حلوة عالمليح الدوار. سمينا فنان ولا فنانة قديمة تحب غنياتهم؟ أنا معروفة عادة مريضة بفيروز، معناها غير إنه صوتها يعجبني، نحلم نمس البلايص اللي مستهم في غنياتها، معناها ولا حاجة تشبه. اللي يعجبني برشا في فيروز إني عملت مشروع تواصل بطريقة جميلة وبطريقة فيها برشا ديفيرسيتي. نحكي لكم حاجة تضحك على فيروز. مشيت في 2007 باش نسجل غنية في بيروت مع صديقي الفنان الجميل مايك ماسي. وقتها غنية عملناها مع بعضنا، هو لحنا ونكتب تسمى نحب نغني. تفاجئت لي انا باش نسجل في استوديو تسجل فيه فيروز. دخلت الاستوديو وكنت عندي حالة من الانبهار هكاك. دونك مشيت للانجي سون قلت له دخلني مان وين هي تسجل، معناها وين فما البيانو وكل شقد غادي. هو ما باهت فيا كشان حالتي هكاك. قلت له خاطر انا نحب نقعد في البلاصة اللي قعدت فيها فيروز وقعدت غنيت وسجلت فيها الالبومات بتاعها الكل. بعد قلت له زاد يزني فما بلاصة ندخل لها، هي دخلت لها فيروز اللي هي تواليت. قعدوا بيت لرجس وقال لي علاش فسر لي علاش تواليت بالبيت. قلت خاطر انا صغيره صغير. فيروز مش انسان حقيقي، يعني هي ملائكه، هي يعني ما تدخلش للتواليت، فهمت؟ دونك مش نكسر التصويره ولا ما نعرفش ليه. اللي قلت لي سمي ندخل التواليت اللي دخلت لها فيروز. كلمه قالها لك شخص من جمهورك ما تنحاتش من بالك. في حفلة في طهر الحداد ستي مانيفيك، وانا طرت لي تجنحت، نحس في روحي وقتها يعني نجن فيه. بعد ما كملت الحفلة وسي نهز في حواجي وخارجة وكل نقعد استنى فيا، قالت لي نحب نسألك سؤال ان شاء الله تنجم تجاوبني عليه. قلت لها تفضلي تبجعتي. قالت لي انت الحالة اللي توصل لها ذيك متاع التجلي كيفاش توصل لها؟ قالت لي خاطر انا كي نتفرج فيك كي نحضرك في الحفلات نتاعك نحس اللي انت عندك حاله اخرى تخلط لها روحانيه ما ريتهاش عند فنانين اخرين، ونحسها تخلط لي، يعني نحس ذيك الطاقه اللي عندك هذيك الكل تخلط لي ليا انا في بدني. لحمي قشعر في بلايص كيفاش نحس حاجه سخونه لهنا، نحس بكيه، نحس بفرحه. قلت لها كيكه رباني وخايتي. نحس اللي نقوله واللي نعمل فيه، نعم فيه برشا حب وبرشا احساس وبرشا تبني. دونك هذاك الكل يخلط لكم. واصلا انا نحس لي مهمتي في الركح هذاك اني نخلط لك الحاله هذيك. بوكس ينجح بوان ديكستريماسيون ينجح. شنية اول حاجه تجي على بالك كيف تسمع كلمه انجح؟ الصدق، باب النجاح وانك تكون صادق في اللي تعمل فيه. والشغف، خاطر الشغف هو اللي باش يخليك تخلط للبلاصه اللي انت تحب تخلط لها، خاطر يبدا فما حاجه من داخل تحرك فيك باش تنجح. علاش اخترت الفن الملتزم؟ انا تربيت في عائله تسمع الفن برشا، عندها انتماءات سياسيه يساريه. تربيت مع ابو الله يرحمه كان يقرا برشا، دونك انا كنت فار متاع مكتبه. بطبيعتي لقيت روحي غادي، معناها ما بعد كي تتربى على ذيك بعد نجمش اي حاجه تعمل لك هكا ترهوجك. بطبيعته كان الموضوع فيا اني انا نحب نغني حاجه عندها معنى، خاطر انا تربيت على المعنى وعلى الجمال. دونك قلت مره اللي لا فن ولا في بلاصه الفن، هي ما لو روزمون
فما مشهد مرعب توا ولا معناها، مع انه انا راه مش ضد انه يكون فما حاجات راهو كوميرسيال و انسا في بارتي دو لا في، بدي نحب ياسر الشتيح والسهريات والجو، نحب ناصر مشيناش تحنا عمل جو وكل شيء، او حتى بيدو الشتيح في حاجات مزيانين وفي حاجات مش مزيانين، اما انه يولي هذاك هو القاعده والاخر الحقيقي هو اللي يولي الاستثناء، غادي وين تولي فما خطوره في الموضوع. يعني الفن ما نجمش ينظر للعنف، الفن ما نجمش ينظر لأن مرات تبيع روحها. وساعات تسمع غنية تقول كيفاش هذه غنية، كيفاش مصنفة غنية هي أصلا، وهي فيها كم كيما هكاكة من العنف ومن الكلام الدرشنوة اللي يسمعوا فيه صغار. الصغير راهو كيما كنت نحكي لكم على فيروز، هي اللي ربيت لي وذني وربيت لي روحي وعقلي ومنطقي. وما دوا ساعات تسمع صغير عمره 6 سنين يقول كلمة كلمة قد نهاك تقعد مزبهل. ترى في نغم مشروع فنانة، أنا ساعات نقول بالكش اللي ما عملتوش أنا تعملوا نغم. نتمنى أني نغم نجم نهار نهدي لها المستقبل خير، يكون فيها إمكانيات أكثر، سوبلاس أكثر، باش هي تنجم تعمل يعني الأحلام اللي تحلم بهم، وباش حاجة تحتوي الطاقة والموهبة اللي عندها. يعني سكي سور نغم باش تطلع تغني، سكي سور باش تطلع تمثل، هذوما حاجتين وتشطح كيفي معناها هي تقلد كل انا ساعات شوف انا روحي صغيره فيها. في نفس الوقت نقول ان شاء الله تطلع مهندسه ولا طبيبه ولا مديره بنك ولا كيما كل حاجه، خاطر ما نحبش تعيش اللي انا عشته. هذاك احساس الام نتاع ماذا بيك تحميه صغيرك من الوجيع نتاع الدنيا. ميرسي.